ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يا الله، شيء عجيب جدا. هيقسموا لله عز وجل بأنهم لم يشركوا، كما كذبوا في الدنيا يتجرؤون ويكذبون على الله في هذا المشهد المهيب. ليه؟ لأن هم شايفين أهل التوحيد بيخشوا الجنة ومكرمون، فقالوا إحنا عايزين نبقى زيهم، فقالوا والله ما كناش مشركين. عشان كده ربنا في الآية بعدها يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أنت بتكذب في حضرة ربنا عز وجل؟ سبحان الله. هو أنت فاكر إن الكذب اللي في الدنيا اللي كان بينجيك في الدنيا هينجيك في الآخرة؟ ما هو لما شاف النار خاف، عايز يهرب. في ناس كتيرة لما بتتزنق تكذب. ليه؟ عشان يفلت من عقوبة الدنيا، ففاكر إن برضه هيفلت من عقوبة الآخرة لما يكذب. شوف الكذب استولى عليه لدرجة إنه بيكذب في يوم القيامة. فربنا بيسألهم مش عشان يعرف إجابتهم ولا علشان، إنما بيسألهم توبيخا وتقريعا وامتحانا. عشان كده ربنا قال ثم لم تكن فتنتهم، والفتنة يعني الاختبار، يعني كانت إجابتهم على هذا الاختبار أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سبحان الله. ولعل برضو كانوا بيعتقدوا اللي هم فيه ده توحيد. هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فممكن يظن اللي هم كانوا فيه ده مش شرك ولا حاجة، فاهمين غلط يعني. بس سواء فاهمين أو مش فاهمين، ما دام ارتكبوا الشرك ولم يستمعوا لأقوال العلماء في نهيهم عن الشرك، لأن ناس كتير نقول لهم اتقوا الله ده شرك، يقول لك لا مالكش دعوة بينا، انتوا ما بتحبوش الأولياء، احنا اللي بنحب الأولياء. اخواننا ده شرك، ده كفر بالله. لما اقول لك ادعوا الله وحده كده انا ما بحبش الأولياء، وانت لما تجعل مع الله آلهة اخرى كده انت بقيت تحب الأولياء، انت عكست الآية. سميت التوحيد الخالص بغضا للأولياء، وسميت الشرك اللي هيخرجك من الملة حبا للأولياء. شوف انعكاس الآية. فبيحلفوا ظنين ان الكذب سينجيهم. اخوانا لازم نعود ألسنتنا على الصدق، عشان الصدق تبقى سجية عندنا، ما نقولش حاجة كذب أبدا، لأن دول وصلوا بيهم الحل بقى كذبوا على ربنا من كتر ما تعود الكذب. وتقريبا يا إخوانا قليل جدا في مجتمعنا من يكون صادقا للأسف. يعني عندك فكة ما عنديش، لا أنت عندك فكة، ما تستهونش ما عنديش، ما دام قلت ما عنديش يبقى كذبت. ممكن تقول أنا محتاجها الفكة دي، التورية كما قال شيخ الإسلام لا تجوز إلا في الضرورة. يعني واحد ظالم بيدور عليك عايز يؤذيك، فأنا قلت لا هو ليس هنا، وأقصد الغرفة للضرورة، مش عمال على بطال. إنما الأصل إن المسلم صادق ما يقولش شيء على خلاف الحقيقة أبدا. واحد عايز من التاني فلوس يقول له أصلا أنا محتاجة هشتري حاجة، ومش هشتري حاجة. ياخد فلوسك قول له انا مش هشتري حاجه، بس جه الاجل المسمى بيننا وعايزين الاموال، مش لازم تبرر له بكذب، ده انت صاحب المال. بتعجب جدا من مثل هذه المواقف. قول له مش موجود، قول له مش موجود، فالولد يشوف ابوه بيكذب فيعمل زيه. لا انا موجود ومش عايز اقابلك او مشغول دلوقتي. لازم نكون صادقين، ما نرضيش الناس ونغضب ربنا. إنما الكذب بيجعل الكذب ده بقى شيء عادي، بقى الطبيعي اللي أنت تكذب ومش مدرك إنها من الذنوب العظيمة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند الله كذابة. يبقى اسمك عند ربنا فلان الكذاب. تلاقي ناس بتحكي بقى مواقف وهمية وحاجات ما حصلتش، أو يبالغ في الوصف، أو يشوف رؤية ما شافهاش أصلا ويدعي أنه شاف رؤية عشان الناس تظن أنه من أولياء الله الصالحين. كذب شكلي مستمر، أو ما عنديش، أو مش عارف إيه. لا، قول أنا أملك بس أنا محتاج الفلوس، مش لن أعطيها لك الآن، أو نحو ذلك. كن قويا في الحق ولا تكذب، لأن الكذب من الآفات التي لا تليق بالمسلم.